بس اسمك ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا دخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشر. تفضل استريح. أكيد حضراتكم كلكم عايزين تقولوا لسيدنا شكرا على الرحلة اللي متعكوا بيها يوم السبت اللي فات في دير البابا كيرلس وأم الغلابة، وكان يوم جميل كده حلو، مش كده برضه؟ مش عايزين تشكروه ولا ايه؟ انتوا حرين؟ مش هنعمل حلقة تاني. تعيش سيدنا وتفرحنا وتفرحهم وتفسحنا. يعني يا ريت تروحوا كتير هناك، والخدمات والاجتماعات اللي يحب يروح يقضي يعني يوم روحي ويكون متظبط ان شاء الله. احنا كمان هنوفر الصوت يبقى كويس، سواء في القاعة او سواء في الكنيسة جوه، والحاجات الباقية ان شاء الله هنعملها، والبيت بتاع ام الغلابة يكمل النموذج اللي هي كانت عايشة فيه في سوهاج، وظهر لها فيه المسيح 4 مرات في سوهاج. فهنبني برضو النموذج ده زي ما شفتوا الطاحونة كده، نموذج طاحونة البابا كرول الثالث، نفس المقاسات ونفس الشكل، وتروحوا هناك دايما، وده دير ديركم يعني، والمكان مكانكم، تروحوا في أي وقت، والآباء ياخدوا حضراتكم وياخدوا أولادهم يروحوا. المكان كويس هناك لي برضو قضاء يوم ترفيهي بالنسبة للأولاد بنعمة ربنا، وبركة البابا كيرلس السادس وأم الغلابة تكون معاكم دايما. وصلنا للإصحاح 23 النصف الأول منه، من الآية 1 للآية 16، يقول يشوع بن سيراخ: أيها الرب الآب، يا سيد حياتي، لا تتركني ومشورة شفتي، ولا تدعني أسقط بهما. من يأخذ أفكاري بالسياط وقلبي بتأديب الحكمة، بحيث لا يشفق على جهالاتي ولا تهمل خطاياي، لكي لا تتكاثر جهالاتي وتتوافر خطاياي، فأسقط تجاه الضادي ويشمت عدوي بي. أيها الرب الآب، يا إله حياتي، لا تتركني ومشورة شفتي، ولا تدعني أطمح بعيني والهوى اصرفه عني. لا تملكني شهوة البطن ولا الزنا، ولا تسلمني إلى نفس وقحة. أيها البنون، دونكم أدب الفم، فإن من يحفظه لا يؤخذ بشفتيه، إنه بهما يصطاد الخاطئ وبهما يعصر القاذف والمتكبر. لا تعود فتافاك الحلف، ولا تألف تسمية القدوس، فإنه كما أن العبد الذي لا يزال يفحص لا يخلو من الحبط، كذلك من لا يبرح يحلف ويسمي ولا يتزكى. الرجل الحلاف يمتلئ اسما ولا يبرح الصوت من بيته، وهو إن لم يفي فعليه خطيئة، وإن استخف فخطيئته مضاعفة، وإن حلف باطلا لا يبرر، وبيته يملأ نوائب. ومن الكلام كلام آخر يلابسه الموت: لا كان في مراس يعقوب، إن هذه كلها تبعد عن الأتقياء فلا يتمرغون في الخطايا. الحقيقة يشوع بن سيراخ كان دايما في الإصحاحات اللي فاتت عمال بيدي نصايح خاصة بالأسرة والمجتمع، وخاصة بروحانية الفرد، وخاصة بالأخلاقيات العامة والخاصة. لكن هو في هذا الإصحاح 23
عمال بيصلي، يشوع بن سيراخ بيصلي بيقول: أيها الرب الآب يا سيد حياتي، لا تتركني ومشورة شفتي، ولا تدعني أسقط بهما. عمال بيناجي أقنوم الآب وأقنوم الابن، وإنجاز التعبير أشار إلى أقنوم الروح القدس، من حيث إن هو بيقول يا سيد حياتي، لأن الروح القدس هو واهب الحياة بلا شك. مع الأخذ في الاعتبار إن روح الإنسان ما هياش أقنوم الروح القدس، لأن في فرق ما بين أقنوم الروح القدس لأن هو الله، والأقنوم الثالث من الثالوث القدوس، وفي فرق ما بين روح الإنسان ديت نسمة الحياة. نسمة الإيه؟ الحياة اللي ربنا بيعطيها لنا. ده ممكن يثبت فينا نسمة الحياة حتى لو تعرضنا للموت. يقول لك الشخص ده كان على شفا الموت ولكن ربنا نجاه، يعني ثبت فيه نسمة الحياة. هو بيخاطب أقنوم الآب من حيث إن بيقول أيها الرب الآب يا سيد، ده كناية عن أقنوم الابن، لأن السيد المسيح أقنوم الابن، الكلمة دعية بالسيد. وحتى قال لتلاميذه أنتم تدعونني سيدا ومعلما وأنا كذلك. وأنا إيه؟ كذلك، يعني أنا كده فعلا. ودعي السيد المسيح بالرب أو السيد لأن كلمة السيد هي بمعنى كلمة الرب، الرب هي السيد يعني، أو بيجمعهم مصطلح واحد يوناني اسمه كيريا. اسمه إيه؟ كيريا، الرب، أو كيريوس اللي هو الاسم الفعلي لربنا يسوع اللي هو الرب أو السيد. وحتى في اللغة الإنجليزية يترجم the Lord بالكابيتال يعني السيد أو الرب. يشوع بن سيراخ بيناجي الثالوث القدوس، ودي من أهم الآيات برضو اللي الكتاب العهد القديم بيتكلم عن الثالوث القدوس. بيقول أيها الرب الآب يا سيد حياتي، لا تتركني ومشورة شفتي، ولا تدعني أسقط بهما. هو بيناجي الثالوث أن هو يمتلكه، يمتلك شفتيه، إذن يمتلك عقله، لأن الكلمة هي منين؟ من العقل. هو بيناجي الثالوث أن يمتلكه كله، ومدام أن أمتلك العقل يبقى الإنسان ممتلك كله، لأن العقل هو الإرادة، هو الكلام، هو التفكير، هو الحركة، هو الإذن بالحركة. يعني كل أعضاء الجسم تأخذ إشارة عصبية من الدماغ لتفعل شيء من العقل يعني. فهنا يشوع بن سيراخ بيخاطب الثالوث القدوس، آدي بيقول أيها الرب الآب، آدي الآب، يا سيد، آدي الابن، الكلمة متجسد، حياتي كناية عن روح الحياة المنبثقة من روح الله اللي هو أقنوم الروح القدس الذي يعطي الحياة. يقول لك في الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا يوحنا: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة. وحتى السيد المسيح قال مرسى: أنا هو القيامة والحياة، لأن جوهر الحياة أو أن جوهر الله فيه الحياة، فالسيد المسيح حي ويعطي الحياة أيضا، وهكذا الآب حي ويعطي الحياة.
الروح القدس أقنوم حي ويعطي الحياة. الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في جوهر واحد، جوهر اللاهوت اللي من ضمن صفاته إيه؟ الحياة. الله بيعطي حياة. هنا الصلاة الرائعة ديت ليشوع بن سيراخ من طبيعة الآباء، يعني الآباء معلمين بينصحونا ويرشدونا وكل حاجة، إنما عندهم الصلاة على المذبح ديت العمود الفقري لخدمتهم. الصلاة ده سابونا يقف على المذبح يصلي من أجل كل واحد ومن أجل الناس ومن أجل متاعب الناس، المرضى والمسافرين والراقدين حتى اللي تنيحهم. فيشوع بن سيراخ بقدر ما إن هو بيعطي تعليم ونصايح، لكن هو لا يستغني عن الصلاة ولا يتأخر عن الصلاة. ففي وضع المناجاة في أم قديسة اسمها سيئدورة، دي أم راهبة مشهورة في بستان الرهبان، بتقول المعلم عليه أن يكون صبورا لطيفا متضعا. يعني يشوع بن سيراخ من صلاته دي بنشعر بالاتضاع والوداعة بتاعته واللطف بتاعه. وبعدين يعني طاقة الحب اللي هي في قلب يشوع بن سيراخ بيديها لربنا. والأم عندنا هنا الشيخ الروحاني بيقول بيتأمل يعني في ذاك الحب الذي يجمع ما بين النفس البشرية والله، وبيقول إيه؟ أيها الحب الإلهي، رفعت النفس حتى أجلستها في نور خالقها، وطهرتها حتى تشبهت بسيدها. الشياطين فزعت لما رأت النفس مستنيرة بالحب، حب الإلهي يعني الصلاة والالتصاق بالله والتحادث مع الله. ده بينور النفس، ونور النفس دي بتجعل الشياطين تفزع لما ترى النفس مستنيرة بالحب. وولت لما رأت فيها صورة سلطان الله، يعني النفس بتصبح فعلا صورة الله. احنا اخدنا صورة الله ده هي بقبولنا الايمان بفداء المسيح والمعمودية، اخدنا استرجعنا الصورة. يبقى كده احنا قبلنا فداء المسيح، رجعنا للصورة الاولى. وصورة الله اللي هي في كل الفضائل، لأن صورة الله محبة، صورة الله غفران، صورة الله بذل وعطاء، صورة الله تسامح، صورة الله سلام، تواضع، وداع. تعلموا مني، لأن السيد المسيح معلمنا بولس قال عنه إيه؟ أنه صورة الله، إحنا على صورة الله. إنما المسيح بس هو اللي هو حاجة اسمها المورفية، يعني أيقونة، بس مش أيقونة برضه، مورفية يعني صورة الله نفسه. هو جوهر الله، هو رسم جوهره، صورة الله ورسم إيه؟ جوهره، زي ما تقول الآية. كلمة مورفية يعني صورة، هي نفس الأصل، إنما الأيكون هي صورة على شبه الأصل. إنما كلمة مورفي دي أقوى، يعني صورة جوهر الشخص نفسه. إنما الأيكون أو أيكون على مثال أو على صورة. في فرق في المصطلحات اليونانية بتفرق كتير قوي ما بين الكلام وبعضه. ودراسة الكتاب المقدس على أساس اللغة اليونانية مهمة جدا، لأن هو اتكتب باليونانية خاصة العهد الجديد. القديس جيروم قال أنا هفسر العهد القديم على أساس اللغة العبرانية، لأن هو كتب في الأساس باللغة العبرية، فيجيب أصل الكلمة باللغة الإيه؟ العبرية.
هنا الشيخ الروحاني بيقول احنا بنسترجع صورة الله بتلك الصلاة والتحادث والالتحام بالله والاتحاد بالله لنكون على صورته. احنا بنكمل الصلاة بتاعت يشوع بن صراخ بيقول ايه: من يأخذ أفكاري بالسياط وقلبي بتأديب الحكمة بحيث لا يشفق علي على جهالاتي ولا تهمل خطاياي. يعني هو بيطلب التأديب، يشوع بن صراخ بيطلب التأديب لنفسه، يعني هو عايش برضو في محاسبة النفس، ودي فضيلة لها ملمح جهادي في الحياة الروحية اتكلم عنها آباء الرهبان كتير في بستان الرهبان أو في أقوال الآباء الشيوخ وهكذا وتعاليمهم، بيتكلموا دايما عن أهمية محاسبة النفس لكن بطريقة سوية وصحيحة، لا تندفع إلى يعني محاسبة النفس اللي هو العالي اللي بيطلق عليه sense of guilt، يعني جلد الذات ومحاسبة النفس. لا، ده أنا بحاسب نفسي علشان أصلح من نفسي، علشان أكون متواضع دايما أمام الله وأصلي له وأقول له: لا، أنا عايزك تسامحني في الأمر ده، وعايزك كمان تنميني بالنعمة في المستوى الأعلى شوية. أنا مش عاوز بس أبطل الفعل، لكن عاوز أبطل الفكر الذي يؤدي إلى الفعل، وده منهج للسيد المسيح لكل المجد لما بيقول: من نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه فقد زنى بها. يعني شايفين مسك من بداية الخيط، هو ده الطريق الروحي السليم. إنما نص الطريق ونبتدي مش صح، لازم نبتدي من أول الخيط، من أول الطريق. وحتى يشوع بن صراخ بيقول: من يأخذ أفكاري، لأن هي دي البداية بالسياط. يعني هو بيطلب ان حد يؤدبه بالسياط، يعني يشوع بن صراخ، وقلبه بتأديب الحكمة، يعني الأفكار والمشاعر والأحاسيس والأفكار المختلفة والأفكار الحقد وعدم المحبة، دي عايزة تأديب الحكمة بحيث لا يشفق على جهالاتي. يعني هو هنا يشوع بن صراخ بيأس على نفسه، ويا بخت ايه ما ان الانسان يعني ايه يبكت نفسه ويقسى على نفسه بدل ايه ما غيره يقعد يقسى على عليه. فهنا مار ابراهام السرياني بيقول: الذي يحب الامور العتيده الحاضره، يعني الدنيا والعالم، لا تغوص غرقا أمواج المرئيات لألا بسبب محبة المال يفنى بلهيب نارها مع الزوان. يعني نفسه بتبقى فوق المرئيات وفوق الجسدانيات، إذا كان يحب إيه ربنا ويبتعد عن محبة الأمور العتيدة. لكن الذي يحب الأمور العتيدة بتغوص نفسه في أمواج المرئيات، في محبة المال والغوص في الزوان اللي هو ممثل أو يرمز إلى الشرور، يعني أو الشر. يشوع بن صراخ يقول: لكي لا تتكاثر جهالاتي وتتوافر خطاياي فأسقط تجاه أضدادي ويشمت عدوي بي. هو يا فرحة الشيطان لما يلاقي الواحد بيغلط، يا فرحة الشيطان لما يلاقي واحد
يقول لك أنا لازم أسترجل وأعمل وأبقى وأسمع كلام صاحبي اللي في الشغل اللي بيقول له لا خليك راجل قدام مراتك، اضرب أو هنها أو ضايقها، خليك أنت راجل البيت. هو راجل البيت ده يعني رأس البيت يعني. طب ده معلمنا بولس الرسول بيقول يعني يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كمحبة الله للكنيسة. فهل ينفع كلام الغير ده يمشي معانا ونترك وصية ربنا؟ يعني أصل في أضداد هنا، هو بيقول لك فأسكت تجاه أضدادي أمام ربنا يعني، ويشمت عدو بي، يعني أسكت في المتاعب لأني بسمع وصايا الناس مش وصايا الله. وبعدين عدو الخير بقى يا فرحته، ما بيحبش التماسك والسلام والأسرة الواحدة، ما يحبش كده وعايز عكس كده. كان في أب اسمه بامو، ده في وقت انتقاله، شوفوا بقى الراجل الأب ده هوت بيعتبر ان كل جهاداته اللي فاتت ما هيش حاجة خالص قدام ربنا. يعني رغم انه قدم نفسه على ذبيحة التكريس والعبادة على مذبح الله، على مذبح التكريس والعبادة والتضحية، لكن بيقول انا كأني ما عملتش حاجة. فوقت انتقاله بيقول لتلاميذه ايه؟ ها انا ذاهب الى الله كانسان لم يبدأ بعد في خدمة الله. يعني يشوع بن سيراخ ده راجل نبي وليه سفر ووصاياه بنتأمل فيها، يعني حاجة عالية قوي، أعلى مستوى في الروحانية وفي الشخصية النبوية يعني. لكن بيقول أنا عندي جهالات وخطايا وأنا عاوز حد يأنبني وعايز أأدب نفسي. أهو الأب بامو ده بيقول أنا كل حياتي مع ربنا كأن لم أبدأ بعد. حكاية أن في نوعية من الناس بتتذكر الخطايا عشان تكمل هذه الخطايا، يعني حتى تلاقوا العصابات اللي هي المجرمة، يعني يقول لك احنا انجزنا كذا كذا كذا، وبعد كده بقى يعلنوا يقولون نحن مسؤولين عن هذا الاجرام، يعني وكأنه شيء ايه بيخدم الله يعني، بيخدم الله. خدتوا بالكم؟ لكن المفروض ان احنا نغلط نفسنا ونؤنب نفسنا زي يشوع بن سيراخ بيأنب نفسه على الافكار اللي مضت كانت غلط. خدتوا بالكم؟ القديس العظيم الأنبا أنطونيوس يقول إيه؟ لا تتبع جميع أفكارك، بل اجعل فكرك في الوصايا كل حين، داوم على فعلها، لا تفكر في الخطايا القديمة التي فعلتها لئلا تتجدد عليك، ولا تذكر لذلك الشهوات في زمن كسلك. يعني أنب نفسك ونحاسب نفسنا، ولا تتحدث عنها لألا تصبح عسر لك. كلمة لا تتحدث عنها لألا تصبح عسر لك، علشان تبقى عايش دايما في رجاء المسيح الغافر المتسامح. أنا كتير ما قابلت ناس بيبكوا بالدموع كده، بقول له فلان ليه كده؟ قال لي أصل أنا أخطأت خطية عظيمة. قلت له طيب أنت اعترفت بيها؟ يقول قلت له طب ما خلاص. الأنبا أنطونيوس بيقول لك لا تتحدث عنها لألا تصبح لك عسرة. يعني معسرة نفسك هي دلوقتي، مش انت اعترفت؟ انت تؤمن بسر الاعتراف؟ يقول ايوه. انت تؤمن بالحل من الخطايا على فم ربنا يسوع المسيح اللي قالها لتلاميذه وتلاميذه قالها لك؟ قال قلت له طب لماذا تبكي؟ فبقدم له برضو الايه القول بتاع الأنبا أنطونيوس،
بقول له لا تتحدث عنها لألا تصبح حسرة. وإيه السر في أن السيد المسيح يقول لمعلمنا بطرس بعد ما أنكره أتحبني 3 مرات؟ هو بيقول له ليه كده؟ بيقول له انسى الماضي وخليك معايا دلوقتي وانظر للمستقبل، ارعى خرافي، ارعى غنمي بس كده. لأن صحيح في ناس تقعد تبكي على الماضي، امال انت اعترفت ليه؟ امال ده الاعتراف ده سر يعني عجيب، بيمحي كل خطية وبيضع الإنسان في الفردوس، زي ما السيد المسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. اللص اليمين ده التقليد الكنسي، خاصة القبط، يعني التقليد اللي عندنا هنا في مصر، في مخطوطة اللي هي المخطوطة بتاعت ايه دخول المسيح أرض مصر، فاللي كتبها في الأساس البابا ساوفيلوس الأسكندري، وبعدين ترجمها للعربية للعربي الأنبا زخارياس أسقف سخ. حتى أنتم ممكن تقروها على النت، قصة دخول المسيح أرض مصر. فمن ضمن القصص أن بيقول أن لما العائلة المقدسة راحت وادي النطرون قابلهم لصين، منهم اللص اليمين واللص الشمال، وكان القصة برضه بتضم براباس معاهم، يعني مجموعة لصوص عشان ياخدوا الحاجات اللي مع العائلة المقدسة. فاللص الشمال قال احنا ننهب وناخد، فاللص اليمين حن على الزوجة الصغيرة ديت وطفلها والرجل العجوز ده، فقال له لا ما يصحش ان احنا ناخد الملابس اللي معاهم والحاجات اللي معاهم، دي أسرة فقيرة فاحنا نسيبهم يمشوا. انا بقول الحكايه دي جات في ميمر او قصه العائله المقدسه في المخطوطه القبطيه. لكن انا بقول اذا كان الامر كذلك، ان لم يكن يعني برضو المخطوطات دي بتحتاج دراسات اكتر علشان نتحقق من صحه الحكايات اللي فيها، لكن هذا اللص الذي اشتهر بلصوصيته على طول السيد المسيح يقول له اليوم تكون معه في الفردوس، ما هو المسيح غفر وسامح، ليه تبكي أو ليه تعيش في محتوى قديم بيجعلك أنك أنت تعصر منه؟ يجي بقى شعب بن السراخ يكمل ويقول إيه؟ أيها الرب الآب، برضو بيخاطب أقنوم الآب، يا إله حياتي، إله حياته، إله الحياة يبقى مين؟ أقنوم الروح القدس، لأنه واهب الحياة، لا تتركني ومشورة شفتي، ولا تدعني أطمح بعيني والهوى اصرفه عني. يعني بقول له أيها الآب القدوس، يعني الآب هو الله، يا إله حياتي، أيها الأقنوم الروح القدس الذي هو الله أيضا، يعني هو نفس الله، لا تتركني ومشورة شفتي، يعني أنا عاوز اللي يتحكم في الشفايف بتاعتي ولا شفتي أنت، يعني معناها ده يا أحبائي يعني امتلك عقلي، ده الدعوة لكده، يعني لأن الكلمة هي مولودة منين؟ من العقل، العقل كل شيء. يمكن انتوا شفتوا شخصية على شبكات الانترنت، انسان فاقد ايديه الاتنين ورجليه الاتنين، ورجل اعمال كمان، اصل العقل ده هو الايه الاساس، يعني العقل ده يعمل كل حاجة. فبيقول له امتلك شفتي، لا تتركني ومشورة شفتي، يعني امتلكني أنا فكرا ونفسا وجسدا وروحا، امتلكني كلي يا إله حياتي. وهنا بيدعو الرب أنه يتعهده. وبناء أيضا يا أحبائي على آية جميلة جدا اتكلم فيها الرب
على ان هو بيرعى النفس وبيرعى الكرمة، هو بنفس ربنا. ده كمان يقول لك الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. فهنا في سفر أشعياء الآية تقول إيه؟ أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لألا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا. بيحرس النفس أو بيحرس الإنسان أو بيحرس الكرمة أو بيحرس الكنيسة، بيحرسنا ربنا وبيرعانا. والقديسة اسمها سنكلتيكي، قديسة سنكلتيكي، في بستان الرهبان ممكن تقروا القول بتاعنا. بتقول ان الانسان يبقى ملك ربنا بالاتضاع والاحتمال، يبقى ملك ربنا. يقول كما انه لا يمكن ان تبنى سفينة بدون مسامير، يعني التجارب والآلام، يعني هكذا يستحيل الخلاص بدون اتضاع، فليكن الاتضاع هو بداية لك في طريق كمال الفضائل، كمال الفضائل. فبرضو حكاية ان بلع ربنا ان هو يمتلكني، طيب انا هقابله ازاي؟ يعني بوش عمل ازاي؟ هو ربنا بيقول أنا لا أنظر إلا إلى المتواضع الوديع الخائف من كلامي، نبقى أصحاب وكويسين وأنا أمتلكه فعلا. هو ده طريق، وزي ما تقول قديسة سنكلتيك، ابتدي الطريق بالتواضع، تواضع أمام الناس والتواضع أمام الله بقبول مشيئته، والتواضع أيضا أمام أسرتي وأولادي. يعني ما تجبرش بالجيم، يعني ما تجبرش عليهم، ما تجبرش تجبرش على حد، ما تشامخش على حد. يقول كمان يا شعب نسيراخ لا تملكني شهوة البطن ولا الزنا ولا تسلمني إلى نفس وقحة. أيها البنون، بيدي نصيحة بقى، هو أصل دي خدمته، ده عمال بيدي نصايح للناس، فبيقول لهم أيها البنون دونكم أدب الفم، فإن من يحفظه لا يؤخذ بشفتيه، إنه بهما يصطاد الخاطئ وبهما يعصر القاذف والمتكبر. يعني الحكاية اللي هو جمع ما بين الفم كعضو فيسيولوجي كامل والشفتين. احنا واخدين على ان الفم هو الشفتين والشفتين هما الفم، يعني مجازيا يعني، لكن هو بيقول ان الفم والشفتين ممكن من خلالهم الانسان يتصاد او يصطاد، يعني يتصاد منه كلمة، يتم اصطياد كلمة منه غلط، اهانت حد او اطاحت بالود والمودة والمحبة، أو كلمة أطاحت بالعلاقات الجيدة. فالفم واللسان، هو بينصح البنون الشباب الصغير أو الشباب، يعني يقول أيها البنون دونكم أدب، يعني إلا أدب الفم، يبقى في أدب في الفم عشان تنجح في حياتك كده. وبهما يعصر القاذف والمتكبر، يعني الإنسان المتكبر دايما بيقول كلام ويطلق كلام بتكبر، فكل ده بيتمسك عليه، يعني بيبقى وحش فبيعصر فيه. هنا معلمنا بولس الرسول بيرسل تلميذ، بيرسل رسالة تلميذه تيتوس 12:2 أنا آسف، فبيقول له خد بالك إن عمل النعمة اللي احنا خدناه بالمعمودية وتبعيتنا للمسيح ده ليه شغل كبير في حياتنا. يعني بيقول لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس المخلصين، يعني اللي قبلوا الإيمان، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. لأن يشوع بن سيراخ بيقول لا تملكني شهوة البطن ولا الزنا ولا تسلمني إلى نفس وقحة،
معلمنا بولس الرسول بيقول نعمة ربنا علمتنا ان احنا ننكر الحاجات الوحشة دي. وبعدين بالنسبة لأدب الفم والسكوت وأهميته في عند الإنسان المسيحي بحكمته كده، مش أي كلام يتقال ولا أي تكبر يطلع على فمنا. فالمقدس اسمه يوحنا الدرجي، هو اسمه درجي يعني لقب بالدرجي لأنه عمل 7 درجات من الفضائل وكتبها في كتاب اسمه سلم الدرجي، يعني السلم اللي فيه درجات، آخر درجة بتوصل للسماء. أثناء الدرجات في حرب الشياطين والعالم وشهواته والاتجاهات، ممكن توقع الواحد من أي درجة. فهو اشتهر بالدرجي قديس يوحنا. كان عايش في شبه جزيرة سيناء على فكرة، كان عايش في شبه جزيرة سيناء، وكان ليه دير في سيناء. فبيقول ايه؟ بقدر ما يسكت اللسان عن الكلام هكذا العقل ينير بالإفراز. إن كان فمك ساكتا بهدوء فقلبك يشتعل دوما من حرارة الروح، بالصمت تحيا النفس وتستنير بنور مجد الله. الصمت ايه؟ كويس على الأخص للكلام وقته وللسكوت وقته. كمان في قديس كان اسمه أشعية. قديس أشعية ده والأنبا أشعية ده كان قديس عايش في وادي النطرون، وكان أحد تلاميذ القديس العظيم أبو مقار. فيقول إيه؟ أحب السكوت أكثر من الكلام، لأن السكوت يجمع والكلام يبدد. كتر الكلام ممكن نفرق الناس عن بعض. علشان كده معلمنا داود النبي يقول اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ يا رب شفتي في المزمور 141. يكمل يشوع بن سيراخ يقول لا تعود فاك الحلف، الحلفان يعني، ولا تألف تسمية القدوس، يعني مش كل شوية تحلف بربنا القدوس يعني، لا هو ربنا ده يعني لعبة على لسانك تقوله في أي وقت كده. طب ما تقول صدقني وخلاص، احنا مصدقينك، ولا لازم تحلف بالله، الله نفسه، وبتحلف على حاجة بسيطة يعني مش حاجة يعني مهمة. وكان الحلفان والقسم في العهد القديم على نوعين، على نوعين. النوع الأولاني كان رديء وكان الآباء ما في العهد القديم ما يسمحوش بيه، لأن هما كانوا الناس ممكن تقلد الجماعة الأمميين في الحلفان بالأوثان بتاعتهم، بالآلهة بتاعتهم. علشان كده السيد المسيح بيقول إيه؟ لا تحلفوا البتة، يعني ما تقلدوش الجماعة الوثنيين اللي بيحلفوا بالآلهة الوثنية بتاعتهم. قسم بالإله البعل زبول، الإله بعل، الإله عشتاروس، لا ما فيش الحلفان بالإله بقى بتاعنا الحقيقي، فلا تحلفوا البت. وقال حتى لا تحلفوا بالسماء لأن موت قدمي، ولا لأن هي سكن الله أو عرش الله، ولا بالأرض لأنها موت قدمي. بلاش يعني حتى مكان ربنا ما نحلفش بيه. الآباء في العهد الجديد أو آباء الكنيسة، آباء الكنيسة منعوا الحلفان كلية، وعلى الأخص الحلفان على المذبح. ليه منعوا من الحلفان على الأخص على المذبح؟ لأن الجماعة الوثنيين كانوا أحيانا يجيبوا الشخص، يجيب زميله عند المذبح بتاع الأوثان ويحط يده على مذبح الأوثان ويحلف له. فآباء الكنيسة قالوا العادة دي ما تبقاش عندنا أبدا، فيش حد يحلف على المذبح تشبها بالوثنيين اللي هم بيحلفوا على المذبح بتاع الوثن واللي بيذبحوا عليه الحاجات الوثنية، الذبائح الوثنية.
الكلام ده كان بدري يعني في القرن الرابع الميلادي، فالمسيحيين عايشين وسط الناس وبيقلدوا، ويمكن لغاية دلوقتي واحد يقول لك ايه، تعالى احلف لك على المذبح. ما هو ده الفكر ده ماشي برضه، ليه اثار يعني، ليه ايه اثار، يمكن ماشي لغاية دلوقتي، يقول لك تعالى واحلف لك على المذبح. يبقى احنا كده بنقلد الوثنيين اللي هما كانوا موجودين ما قبل القرن الخامس الميلادي او حتى دلوقتي، اللي بيحبوا يحلفوا، كل واحد يحلف للتاني على المذبح. لا احنا مش زيهم، احنا اولاد ربنا يسوع المسيح، ما نعملش كده وما نحلفش بالطريقه دي. وبعدين اسم القدوس اسم الله ما يجيش كده على اللسان عمال على بطال وعلى اي حاجه، ده الادهى من كده بيبقى بالكذب، ده الاصعب من كده، يقول لك اصل ده حلفان سوق يعني، معلش عشان بس البضاعه تمشي، ده حلفان سوق يعني مش مهم يعني، عشان التجاره والبتاع والكلام وعامل الثقه وكده. قال لا، يعني تستخدم الله القدوس نفسه على لسانك في حاجه كذب كمان، ده حاجه صعبه قوي. ده معلمنا مين ربي؟ معلمنا القديس العظيم، معلمنا يعقوب الرسول في رسالته لصح 5 يقول ايه؟ ولكن قبل كل شيء يا اخوتي، قبل يعني بقول لهم بدايه الكلام معاكم، قبل كل شيء يا اخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت الدينونه. الموضوع مهم، مهم جدا. لما علمنا يعقوب الرسول بيقول لنا بص انا هكلمكم بس بدايه كل حاجه لا تحلفوا. يعني ساب كل ساب حاجات كتير وجه قال لنا معلش احنا نتكلم مع بعض بس خدوا بالكم مفيش حد يحلف. وبعدين انا عايز اقول لكم بقى حكايه ايه، في العهد القديم كان لما زي ما قلت لكم في الحلفان عند الامميين، فكان الشعب شعب الله يقلدهم، فكان عشان كده في العهد القديم في وصيه بتقول لا تحلف وما تجيبش اسم ربنا على لسانك بالسهوله كده. في امر تاني، طب ما هيقول لك طب ما ابونا ابراهيم حلف مين؟ اليعازر الدمشق ان هو يروح الحران عشان يجيب زوجه لاسحاق، وحلفه وحط ايد اليعازر الدمشق العبد اللي عنده تحت فخذه كده. بس ابونا ابراهيم ما حلفش برضه باسم الله يعني، خدوا بالكم. او مثلا ابونا يعقوب حلف مين؟ ابنه يوسف ان يروح يدفنه ويرحل بيه من مصر الى ايه؟ حقل المكفيله في ارض كنعان عشان يدفنه في حال لو هو مات. يعني انا قصدي اباء العهد القديم كانوا كان عندهم حكاية الحلفان، بس نفهمها كويس ازاي يعني، مش ان مش باسم الله القدوس، لكن زي عهد يعني، عهد كلام بين انسان وانسان، عهد خدت بالكم في عهد كلام، انما برضو مش بالايه بان احنا نجيب اسم الله القدوس على ايه على لسان. ولذلك الاباء في العهد القديم وعلى رأسهم طبعا موسى النبي هو اللي كتب الأسفار الخمسة، كان لما يكتب كتير، لما يكتب اسم ربنا ما يقولش الله كتير، يقول الرب أو السيد أو القدوس أو الإيه القدوس. ولذلك في المزامير مزمور 22 يقول وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات أورشليم، يعني دعي يهوه أو الله بال قدوس او بالسيد او بالرب، خدتوا بالكم، تجنبا ان هو يقول اسم ربنا نفسه. وحتى في سفر الاعمال برضو معلمنا بطرس الرسول بيقول لانه بالحقيقه اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. يسوع المسيح هو الله يعني القدوس، ده ما هو الملاك قال كده للست العذراء، والقدوس المولود منك يدعى اللوغوس، ابن الله لوغوس،
الأقنوم الكلمة، بس متحد بالجسد عشان يخلص. ما هيتصل يعني ربنا هيخلص، يصبح هو فدية، يصبح ذبيحة، هو ذا حمل الله الذي يحمل الخطية. هيبقى ازاي؟ لما يبقى متحد بالجسد، لأنه لا بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. دي مبدأ، يعني مبدأ بيمس قضية الفداء والخلاص. فدعي الله باسم القدوس، وما ينفعش ان احنا نحلف بالقدوس. حتى يشوع بن سيراخ ما قالش يعني هنا، ولا بيقول ولا تألف تسمية القدوس، يعني بيقول لك لا تألف تسمية الله، بس ما كتبش الله، لأن ده اسم معظم. ده كان يا أحبائي آباء العهد القديم اللي هما بينسخوا الكتاب المقدس، العهد القديم بينسخوه، لو قابلوا كلمة الله وهم بينسخوا يقوموا يغتسلوا ويتطهروا، علشان هيكتب اسم ايه؟ اسم الله، اسم الله. نرجع نقول برضو يشوع بن سيراخ بيقول لنا ايه؟ لا تعود فاك الحلف ولا تألف تسمية القدوس، فانه كما ان العبد الذي لا يزال يفحص لا يخلو من الحبط. ايه الحبط؟ الف لام ح ب ط. الحبط اللي هو الفساد، يعني بيقول زي هو بيقول ان احنا ما نحلفش لان احنا ناس وحشين وخطاة لا نستحق ان احنا نجيب اسم القدوس على لساننا. احنا زي الانسان العبد، مهما انت تفحصه في اخطاء، ما اصل هو عبد يعني. فهو يشوع بن سيراخ دايما بيستخدم، يعني استخدم كتير قوي علم اسمه علم التايبولوجي. يعني ايه تايبولوجي؟ تايبو او تايب اللي هي تشبيه او مثال، لوجي اللي هو العلم، يبقى علم تايبولوجي يعني علم التشبيه. يعني شبهنا احنا بالعبيد اللي كده كده احنا خطاة، في فساد فينا، حبط، حبط يعني فساد، حبط فينا فساد. فاحنا ما يصحش نذكر اسم رب واحنا كده كده يعني جوانا فساد، يعني جوانا فساد او حبط. كذلك من لم يبرح يحلف ويسمي لا يتزكى. يعني من اللي عاوز يستمر في ان هو يحلف ويسمي باسم الله، يعني ويجيب اسم القدوس على لسانه، لا يتزكى، يعني مش هيبقى كويس قدام ربنا، لا يتزكى. كنت برضو عايز اقول ان السيد المسيح دعي بالقدوس على لسان الملاك وحتى على لسان معلمنا بطرس الرسول، لان كون ان هو الابن الكلمة اللوس، يبقى هو الله، يبقى هو القدوس. ده شيء بسيط وسهل يعني. طيب يكمل يشوع بن سيراخ ويقول الرجل الحلاف يمتلئ اسما ولا يبرح الصوت من بيته. ازاي يعني؟ ما هو اللي بيحلف ده كتير ده يبقى اكيد في كذب، يعني عم كل شوية يحلف ويؤكد، يحلف ويؤكد. معقول يعني كل دي حقائق؟ طب ايه الداعي انه يحلف ان لم يكن مش واثق في نفسه؟ يبقى اذا هو بيكذب. اذا لا يبرح الصوت من بيته، يعني اذا كان المدين مش عاوز يدفع وكل شوية يحلف انه حيرجع الدين، حيرجع الدين، يجي الدائن يعاقبه، وليكن في لا يبرح الصوت من بيته، يعني في تحت الايه العقاب على طول. انجاز هذا التعبير يعني بحسب المفهوم برضو اللي كان بيجرى من تقاليد اجتماعية زمان ايام يشوع بن سيراخ. حتى السيد المسيح بيقول ان لم يوفي، ان لم توفي الدين اللي عليك سيسلمك الى الشرطي، والشرطي يسلمك الى القاضي، والقاضي يحكم عليك. هتبقى لكم في حال لو ان الواحد
ما سددش اللي عليه، بدل ما هو استلف يبقى عارف هو بيستلف ليه وهيعمل ايه. بس الحقيقة احنا بنقول دائما ان الفقير لما يستلف ده يبقى لحاجة انقاذ في حياته، ولا انقاذ بنته، او ستر عليه في حاجة معينة. فيا بخت اللي سامح في الدين. وذكر في الصلوات اللي هي بنقراها في الطلبات في أسبوع الألام، بنطالب المسيح، بنقول له اوفي عنا وسامحنا، أو اوفي عن المدين وسامحه، في الطلبة يعني في طلبات أسبوع الألام. خدتوا بالكم؟ لأن هو مشهور عن ربنا يسوع المسيح إن هو دفع عنا الدين اللي هو دمه السمين، بقى هو الثمن اللي قدمه للآب، من حيث ان هو دفع الدين اللي كان علينا، اللي احنا بسببه اخطأنا، او يعني من جراء خطأنا وسقوطنا امام الله من خلال ابوينا، واحنا ورثنا السقوط ده. خدتوا بالكم؟ فبرضو يا بخت الانسان المقتدر اللي هو سلف الفقير ويسامحه على انما لو ناس قادرين مع بعض لازم الواحد يوفي اللي عليه. وهو ان لم يفي فعليه خطيه، وان استخف فخطيئته مضاعفه، وان حلف باطلا لا يبرر، وبنيته يملا نوائب. النوائب اللي هي المشاكل، بمعنى المشاكل يعني، النوائب بمعنى الشرور والمشاكل اللي بتحصل له من خلال ان هو اخذ حاجه من الناس وما ردهاش. يكمل كمان يشوع بن سيراخ ويقول: ومن الكلام كلام اخر يلابسه الموت. يعني في احنا بنتكلم بس كلام يجيب موت ويجيب مشاكل كتير. ومن الكلام كلام آخر يلابسه الموت، لا كان في ميراث يعقوب. يعني ما كانش في ميراث يعقوب. ازاي يعني الكلام ده؟ يقول إن هذه كلها تبعد عن الأتقياء فلا يتمرغون في الخطايا. يعني الكلام اللي لابس الموت، أو يعني الموت اللي هو كرداء بيلبس الكلام ده ويجيب موت، ده ما كانش في ميراث يعقوب. هو ذكر هنا ابونا يعقوب ليه؟ وايه الكلام اللي ما كانش اللي لبس الموت؟ ايه الموضوع ده؟ سهل خالص، مش اولاد يعقوب. ميراث يعقوب يعني تراث يعقوب، يعني تاريخه واللي حصل له حكاياته، يعني ابونا يعقوب. طيب مش اولاد يعقوب كذبوا بالكلام على ابوهم وقالوا له ان يوسف ابنك قد افترسه وحش رديء؟ وده كذب. ما هو كلام لبس الموت، يعني خلوا ابوهم من كتر البكاء والعياط على ابن يوسف فقد نظره، وقال ان ايامي كلها ايام صعبه وقليله، ليس مثل ابائي، كلها ايه؟ تعب. من جراء ايه؟ كلام اولاده ليه هو بخصوص يوسف اللي ما رجعش بعد ما كان مديله اكل وحاجات يروح بها لاخواته، فهم قالوا اهوت صاحب الاحلام جاي، اهوت هلما نقتله، يلا بينا. وقال الامر كان حيموت فعلا لولا اخوهم الكبير راؤوبين، قالوا ارموه في البير على اساس ان يرجع ياخده ورجعوا لابوه. اتاري كان هو اتشغل في الغنم ولا بعت شويه، كان هم باعوه للاسماعيليين، ويجي اخواته بعد كده في مصر ياخدوا القمح. وبعدين يوسف بيختبرهم، بيقول لهم انتوا جايين منين وحكايتكم ايه وانتوا لكم اخوات تانية؟ فيهوذا قال له قال له احنا لينا اخ مات. على مين؟ على يوسف. وهو بيكلمهم ما هم كذب، كذابين. خدتوا بالكم؟ لنا اخ مات واخونا الصغير بنيامين مع ابوه هناك، وكذبوا في حته ايه؟ اخوهم يوسف هو قدامهم. جه في الاخر قال لهم انا يوسف اخوكم، هم اترعبوا قالوا خلاص احنا كده هنموت. قال لهم لا،
أنا جيت هنا لاستبقاء حياة. يعني أنا عايز أقول إيه؟ بيقول من الكلام كلام آخر يلابسه الموت، لا كان في ميراث يعقوب. طب مش كده وبس، مش ولاد يعقوب برضو في التاريخ بتاعه، لما أختهم أخطأ معاها شكيم فخدعوا أبوهم يعقوب وقالوا إحنا أبانا نقول لأهل شكيم لو عايزين ياخدوا البنت الولد يتجوزها يبقى يمشوا حسب النظام بتاعنا لازم يختتنوا، فإحنا نقول لهم كده لو رضيوا ماشي، ما رضوش عنهم ما رضي خلاص. فهم الأهل شكيم قالوا ماله، إحنا هنبقى قرايب ونسب نختتن. أتاريها كانت خدعة منهم، وخدعوا بيها إيه أبوهم، وخلوهم مجروحين وراحوا قتلوهم كلهم في الخيام بتاعتهم. فدي خداع لمين؟ ليعقوب. يقول لك ومن الكلام كلام آخر يلابسه الموت، لا كان في ميراث يعقوب. لا كان يعني ليس كان في ميراث يعقوب، إن هذه كلها تبعد عن الأتقياء فلا يتمرغون في الخطايا. يعني إذا كان الولاد أخطأوا لكن أبونا يعقوب التقي ده ما كانش بيعمل كده، بس هو عمل كده شوية مع أخوه عيسو لما أيضوا بالإيه؟ أيضوا بطبخة العدس عشان ياخد الإيه؟ البكورية. فأخوه عيسو قال له عادي إحنا كلنا هنموت، أنا ذاهب إلى الموت وما منفعت البكورية لي هتعمل لي إيه وأنا ذاهب إلى الموت. فأي يعني دي موضوع تاني يعني. لكن هنا الكلام في كلام كذب ممكن غلط يؤدي إلى كوارث أو مشاكل. ولذلك برضو ده يعلمنا أحبائي إن إحنا يعني ما نتسرعش بسرعة في علاج أمر، لازم نسمع كويس ونتحقق منه قبل ما نندفع ونتصرف على أساس إيه واحد كلمني في وداني. لا ما ينفعش. لازم نستنى شوية، يعني نتروى شوية، نهدى شوية، نتحقق شوية، لأن الكلام ده يضر. ربنا يبارك حياتكم دايما بخير، لربنا كل مجد دائما أبديا آمين.